فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التورق المعمول به في البنوك أو غيرها؟ كيف؟ ما حكم التورق المعمول به في البنوك وغيرها؟ مسألة التورق مختلف فيها، ولكن الجمهور أجازوها لحاجة الناس إليها، وذلك لأن تشتري سلعة من البنك أو غيره يملكها البائع قبل البيع، تشتريها منه بثمن مؤجل ثم تقبضها وتنقلها من مكان وتبيعها على واحد آخر بثمن حال تنتفع به وتسد بحاجتك الآن، فإذا حل الأجل تسدد له قيمة السلعة، هذا جائز للحاجة. وش يسوون الناس الآن؟ قد أجازه جمهور أهل العلم. نعم، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجيز هذا، لا يجيز مسألة التورق، يقول لأن حيلة إلى الربا. نعم.